مساء الخير. النهاردة بالصدفة كان عنوان هو نفسه العنوان المهتم به الشعب المصري، وهذه الشاشة على هذه القناة تابعته باختصار هو ما قيل عنه إنه آثار أو تمثال الملك رمسيس الثاني، ثم اكتشفنا النهاردة أنه مش رمسيس الثاني، ليس رمسيس الثاني. هذا الاكتشاف اللي في منطقة المطرية اللي هي نفسها مدينة أون القديمة المهمة جدا، واللي هي يعني تقريبا حي المطرية هو يعوم فوق كما يقولون بحيرة من آثار تراثنا. بقول بالصدفة النهاردة يعني اكتشفنا النهاردة أنه ما هواش الملك بسمتيك، هذا التمثال ليس للملك رمسيس الثاني إنما للملك بسمتيك، هكذا أعلن قبل قليل في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الآثار في المتحف المصري بعد نقل هذا الأثر المهم اللي أثار ضجيج الأسبوع الماضي كله من مكان اكتشافه في مدينة في حي المطرية التي هي مدينة أون القديمة كما قلت، العاصمة الروحية لمصر القديمة، وانتقاله إلى المتحف المصري. النهاردة كان موضوعنا ده بالصدفة البحث على فكرة الآثار، آثار مصر مخزن حضارة العالم، حضارة الإنسانية، هذا التنوع المذهل وهذا العمق التاريخي البعيد جداً، وما تركه من تراث ليس فقط لينا لشعبنا لهذا الوطن العظيم، لكن هو تراث واحد من أو هو أهم تراث، أهم مكونات تراث الحضارة الإسلامية. كل هذا التنوع ليس فقط الآثار الفرعونية، تراثنا تراث العصر الفرعوني، لكن العصر الروماني والقبطي والإسلامي، كل هذه الرحلة الطويلة جدا، رحلة الحضارة، مسيرة الحضارة الطويلة اللي بدأها الشعب المصري وبدأها هذا الوطن قبل أن تبدأ شعوب كثيرة جدا مسيرة الحياة حتى. هذا التراث العظيم، هذه الكنوز التي لا يمكن أن تقدر طبعا بمال، ويعني قيمتها زي ما قلت تتجاوز هذا الوطن إلى الإنسانية بأسرها. الرحلة الطويلة دي في رحلة طويلة تانية جنبيها، الرحلة التاريخية الطويلة دي من فجر الحضارة الإنسانية، والمصري يصنع هذه الحضارة ويشق مجراها، حضارة الإنسانية، كان هناك فيما يخص التراث الذي تركته هذه المراحل من الحضارة بعناوينها المختلفة منذ الحضارة الفرعونية إلى عبورا بالرومانية بالعصر الروماني والقبطي والإسلامي بمراحله المختلفة. كل هذه الرحلة وما تركته هذه الآثار لفترة طويلة جدا، مش عايز أقول حتى الآن، لكنها كانت عرضة للنهب والإهمال، نهب طبعا ده بقى شيء رهيب، والإهمال والتدمير والتخريب لغاية يعني أول محاولة رسمية في العصر الحديث لحفظ هذا التراث الإنساني الكبير الجليل الذي مش بس يعني بس تراثنا الوطني والتراث الإنساني زي ما قلت، كانت 1835 بأمر عالي من محمد علي باشا تضمن قانون عنوانه حماية الآثار المصرية، ثم عشرات الأوامر والقوانين لغاية لما وصلنا للعام 51 أول قانون متكامل لحماية تراثنا وتراث حضارتنا المتنوعة من النهب. ومع ذلك فضل النهب يعني في محطة مهمة جدا من المحطات اللي مرينا عليها منذ 1835
حتى الآن المرحلة اللي أنشئ فيها منذ إنشاء ما يسمى بمصلحة الآثار. مصلحة الآثار دي سنة 58 1858 فضل يتناوب عليها، وده كان باتفاق دولي على فكرة، رؤساء بدأت بميريت باشا وهو فرنساوي، ثم ماسبيرو باشا. ميريت باشا قعد 23 سنة مسؤول عن مصلحة الآثار، ثم ماسبيرو باشا جه تولى مكانه وهو فرنساوي برضو، وفضلت لغاية هتذهله لأن أنا شخصيا ما كنتش أعرف ده، أول مصري تولى مصلحة الآثار كان سنة 53 14 تحديدا 14 يناير 53، ده أول مصري. الدكتور أهو صورته أهو، دكتور مصطفى عامر هو أول مصري ده يتولى هذه المصلحة، يعني بعد كام يمكن أكتر من 100 سنة ظلت هذه المصلحة حكرا على الفرنسيين. ماسبيرو باشا اللي تولى بعد أول واحد اللي هو ميريت باشا تولى هذه المصلحة، هو اللي اخترع بقى حكاية إنه الآثار المصرية، الفرق اللي فرق التنقيب الأجنبية طبعا كلها كانت أجنبية، اللي بتيجي تبحث عن الآثار في مصر، إذا وجدت أي اكتشاف لأي آثار تاخد نسبة منها نصها أو حتى أحيانا أكتر. وفضل هذا الكلام مقنن، تصوره فضل مقنن رغم التطور التشريعي الكبير اللي حصل، لكن فضلت هذه المسألة حكاية إهداء إنه يبقى مقابل البحث والتنقيب نقل جزء من تراثنا ومن آثارنا التي لا تقدر بمال، نقلها وإهدائها إلى هؤلاء الأجانب. لذلك إحنا نشوف الآثار المصرية في كل حتة في الدنيا، مش بس حجر رشيد، يعني مش عايز، الرحلة طويلة جدا وكلها تفاصيل مهمة وتنوعها مهم جدا. وإحنا الزمن الحقيقة النهاردة بسبب المؤتمر الصحفي اللي كنتوا حضراتكم بتتابعوه دلوقتي بقى المتاح لينا صغير جدا، لكن احنا هنحاول نعدي على الرحلة دي وعلى الأقل أهم عناوينها مع عالم مصري كبير في الآثار وفي التراث وفي الحضارة الإنسانية عموما والمصرية خصوصا، الأستاذ الدكتور فكري حسن. هو أستاذ متفرغ، صفته الأكاديمية أستاذ متفرغ في علم الآثار، درس هذا العلم وطبعا درس قبل كده في الولايات المتحدة الأمريكية، خد الدكتوراه لكن هو بادئ من هنا من مصر، شهادة البكالوريوس في من كليات العلوم، ثم الدكتوراه الماجستير والدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه درس في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 20 سنة وبعديهم حوالي 20 سنة تقريبا. حتى الآن هو أستاذ متفرغ لعلم الآثار في جامعة يونيفرسيتي كوليدج في بريطانيا، وهو كمان عنده صفات أكاديمية لا أول لها ولا آخر، ومش هنعرف نقولها، يمكن نقول جزء منها نعرضه على الشاشة دلوقتي، لكنه كمان كان نائب المنظمة الدولية للآثار، نائب رئيس منظمة الدولية للآثار لفترة طويلة. هنقلب في الملف الضخم قوي قوي ده مع الدكتور فكري حسن، العالم الأستاذ الدكتور فكري حسن بعد الفاصل إن شاء الله.
بجدد تحية لحضراتكم مرة تانية، وبذكركم بموقعنا على الفيسبوك الوقائع، تستطيعوا أن تتابعون هذه الحلقة وغيرها من الحلقات على الهواء مباشرة أو تستدونها في أي وقت. بأعيد الترحيب بالدكتور فكري حسن، هذا العالم الكبير الجليل، ده مش مبالغة. شكرا شكرا، هذه حقيقة. وعايز أبدأ معاك من اللي حصل النهاردة، نقل الأثر اللي تم اكتشافه في منطقة المطرية، اللي أنا عرفت منك إنها هي دي مدينة أون، العاصمة الروحية لمصر القديمة. طبعا وانت طبعا وصفتها لي بإنها أهم طبعا مدينة طبعا روحية في اللي هي عليها دلوقتي حي المطرية. ما ظل يقال لفترة من أول ما بدأت ما تم هذا الاكتشاف والضجيج الذي صاحبه لغاية النهاردة، وكان ده رمسيس. النهاردة فوجئنا بأنه مش رمسيس، ده الملك بسمتيك، وده مش مؤكدينه كمان، وده حتى مش مؤكد. طب يعني كلمنا الأول عن بسرعة، إحنا الوقت داهمنا وقعدنا في المؤتمر الصحفي ده قبليها، فكلمنا البرنامج، فأنا بعتذر. مدينة أون اللي هي مكانها حي المطارية دلوقتي، أهميتها كده أنا برجوك إن هو يبقى بسرعة، معلش. لا لا، هي طبعا مدينة من أهم المدن المقدسة في مصر القديمة، وهي الأساس الحقيقة في مدينة أون. مدينة أون المصرية القديمة هي الأساس في اللاهوت الملكي. يعني مع تأسيس الدولة المصرية كانت ديت المكان الأساسي، يعني قبل الكرنك بمراحل كانت هي الأساس في وضع أسس للدولة على أساس ديانة ولاهوت ملكي بيجي منه الملك. وفي نفس الوقت كانت أكاديمية للعلوم، يعني اتعلم فيها أفلاطون وغيره، يعني العلماء اليونانيين والفلاسفة للعلوم العلوم كل العلوم، لأن هم كمان ابتكروا مش بس الشمسية. العلوم اللاهوتية، لا لا لا, لا, لا. ابتكروا السنة الشمسية مثلا. يعني دي حاجة من المعطيات الأساسية، غير كده طبعا في الفلك وغيره والطب وجميع العلوم الطبيعية كان لهم دور كبير جدا في هذه المدينة. طبعا هذه المدينة مدينة مقدسة، يعني تقريبا لم يلقى عليها الضوء إلا بسبب الضجيج الأخير حول للأسف. أنا لما تابعت الحدث الاهتمام كان بالأجزاء اللي وجدت من تمثال رمسيس الثاني، لكن ما كانش فيه تسليط ضوء على اللي هو بيقال أنه مش رمسيس الثاني، واللي بيقال أنه هو مش رمسيس الثاني، لكن ما كانش فيه اهتمام كبير بدور أون نفسها. لكن المصر اليوم النهاردة عملت ريبورتاج كويس صحيح على هذا الموضوع. إنما يعني الكشف مهم، لكن الأهم إن احنا فعلا نبرز دور هذه المدينة اللي هي مصدر الحضارة المصرية وأساسها. هو للأسف احنا ما عندناش وقت كتير، كان في يعني السباحة معاك في بحر هذا العلم المهم والواسع والذي له علاقة مباشرة، الناس تتعامل أو هكذا بقت الثقافة الشائعة إنه الأثر ده مجرد أثر أنتيكة. يعني حتى على فكرة أول رئيس لمصلحة الآثار كان اسمه مسؤول الأنتيكات أو حاجة كده. أيوة بالظبط. لا ولا زال يعني حتى اسم الوزارة Ministry of Antiquities، يعني بالإنجليزي بنقول عليها Ministry of Antiquities. إنما هي في الأساس طبعا تراث أثري، يعني الآثار جزء من التراث. التراث بمفهومه العام هو طبعا الحاجات اللي لها قيمة من الماضي اللي احنا بنمجدها، سواء فكري أو بالظبط أو مادي، فهو النظر إليها كحاجة في حد ذاتها حتى يعني بالجماليات. لا ما هو ده استدعى كمان انها بقى دي تهم الخواجات، بس احنا يعني نبص عليها. ما هو لها هي تهم الخواجات، دي لها قصة طويلة، بس المهم ان هي شواهد لأحداث تاريخية وشواهد لقيم اجتماعية وقيم إنسانية. ولما نهمل ده يبقى هي مجرد تحف، ولكن في الحقيقة هي مش مجرد تحف. يعني بالنسبة للمصري
لازم يدرك الأبعاد الأخلاقية والأبعاد الفلسفية والأبعاد الدينية والأبعاد المجتمعية لهذه الأثار عشان نقدرها التقدير المناسب ليها. احنا هنرجع للحكاية دي لأن دي ليها علاقة بهل حماية الأثار نوقف عند كل أثر عسكري، ولا حماية الأثار تتطلب شيء آخر أكتر بكتير من أوسع بكتير من المفهوم البسيط ده، ان حماية الأثر يعني نوقف عساكر او نعمل اجراءات امن او كده. هنيجي عند الجانب الاجتماعي اللي يخلي الأثر في مكانه الطبيعي محمي حماية طبيعية. بالظبط. ده هنوصله، لكن انا عايز اقف مع حضرتك شوية عند كم محطة كده منهم اختارهم بيتهيألي. حكاية انا اكتشفت، انا كنت بقول كده في المقدمة وخدني الكلام ما قلتش لغاية امتى حصل، انه فضل اكتر من 100 وشويه سنه، 120 ولا 130 سنه تقنين فكره انه البعثات الاجنبيه تيجي المقابل اللي تاخده على الاكتشافات دي مش الجزء العلمي انها استفادت، لا تاخد من الاثار نفسها وهذه الكنوز اللي بنشوفها في عواصم الغرب من باريس الكونكورد، المسلة المصرية الشهيرة اللي اتبرع بيها اهداها محمد علي سنة 1830 بطلب من شامبليون، ولغاية بقى كل ما هو من كنوزنا اللي موجود، نيفرتيتي الموجودة في متحف برلين، اللي موجود في متحف اللوفر، اللي موجود حجر الرشيد اللي موجود في المتحف البريطاني. وانا عايز اعرف حجر رشيد، أسألك الأول الحكاية دي، حجر رشيد إزاي راح المتحف البريطاني بينما اللي اكتشفوا ظباط فرنساويين شامبليون ظباط فرنساويين ظباط فرنساويين أثناء الحملة، وشامبليون هو اللي فكها العالم المصريات الفرنساوي بعدها بمدة 1822 اكتشف هذه اللغة اللي هي بعد كده بقت، وكان قبليه واحد يعني هي راحت فرنسا، ازاي راحت بعد كده بريطانيا وبقى موجود دلوقتي في لا ما ده نتيجة لهزيمة الفرنسويين في حملة نابليون، فده كان جزء من شروط الاستسلام، يعني الاتفاق اللي حصل بعد شروط كده استسلام شروط، يعني شوف أهمية الآثار المصرية كانت ان هو كان من شروط استسلام الفرنسويين ان هم يسلموا الاثار المصريه للبريطانيين وخدوا في مقابلها حق ان هم يفضلوا ماسكين مصلحه الاثار. لا 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 ده والله قصه ثانيه، ده قصه ثانيه، ده نابليون خدوا الفرصه ان هم يسيبوا مصر سالمين لكن بعد كده الحقيقه طبعا يعني هي الحجر اتنقل لفرنسا، لكن فرنسا بعد الهزيمه ده كان باتفاق بين انجلترا وفرنسا اتنقل لفرنسا. الفرنسويين كانوا مهتمين جدا بدراسه الاثار المصريه وفك طلاسم اللغه المصريه القديمه لاسباب كتيره، منها حركات المفكرين وقتها واهتمامهم بدور مصر في الحضاره نتيجة لأن هم اهتمامهم بالرومان واليونانيين وكتاباتهم اللي هم بيشيدوا فيها بالحضارة المصرية. فنشأ بعد كده جزء كمان حتى من نشأ بعد كده الاهتمام بفك أسرار اللغة لمعرفة حكمة مصر وده كان سبب من الأسباب الرئيسية أن نابليون جه ومعاه مجموعة كبيرة جدا. يقال في مقولة شائعة أن هو قال للقادة أركان القيادة بتاعته هو جاي لمصر أن نحن ذاهبون إلى أهم بلد في الدنيا، هو كان عايز يعمل مصر العاصمة بتاعته فعلا. أنت عارف أن هو المقبرة بتاعته كانت مصممة شكل تمثال وأن هو باريس بقت الإلهة بتاعت المدينة هي إيزيس فكان في اهتمام بالغ عند الفرنسيين ولكن الانجليز تفاوضوا على اساس ان هم هيحتلوا مصر ويسيبوا الاثار للفرنسويين، فكانت دي المقايضه، ده المقايضه اللي خلت بقى بالظبط من ماريت ثم الاخ ماسبيرو ماريت اللي هو بعد لازم نذكر قبل كده ان هو كان في مدرسه لتعليم اللغه المصريه القديمه واللي قفلها ماريت
لا فلا مريت وحاربوا كل المصريين. ده بقى اما ماسبيرو اللي هو اخترع حكايه ان احنا نهدي اثرنا، وعلى فكره ده اتقنن حتى بعد كده بقرار من انا شخصيا في المقاسات بتاعتي الوالي. كان بيمارس تقسيم الاثار لما انا الحفائر بتاعتي اللي انا كنت بعملها في نقاده وفي الواحات، ولكن انا يمكن المكتشف الاثار الوحيد ده فضلت لغايه سنه 83 لما صدر قانون مكتشف الاثار الوحيد اللي رجع كل 1983 انا اسف لسه الناس تفتكر 1800 لغايه 1983 بالظبط. ما انا بقول لك انا وانا الحفائر بتاعتي كنت بحصل على نص الاثار اللي انا بكتشفها ده موجوده، ولكن انا الوحيد اللي رجع هذه الاثار كلها لمصر لانها كانت بتدرس عندي في امريكا وبعدين في بريطانيا. وانت مع كنت في بعثات؟ انا رئيس البعثه. انت رئيس البعثه. انا رئيس البعثه بس فيها خواجات اكثر من من 1775. كنت عندي اثار في بشتغل في سيوة وبعدين البحريه واماكن متعدده من مصر. 1975 من سبعينات القرن الماضي يعني بالظبط. لكن الاستاذ بتاعي مثلا الحاجات اللي هو اخذها وداها المتحف البريطاني. لكن انا قررت بعد ما سبت بريطانيا عشان اجي مصر عشان اعمل برنامج اداره التراث الحضاري في الجامعه الفرنسيه ان انا ارجع لمصر كل المقتنيات اللي خرجت بطريقه شرعيه عن طريق كانت ممكن اتصرف فيها. بشكرك يا دكتور. لا انا بقولها تصرفت يعني كمواطن مصري وطني وعالم مصري وطني. شكرا. لكن هرجع بقى ل يعني في عنوانين الحقيقة لازم نعدي عليهم، ما عندناش وقت كتير لكن لازم نعدي عليهم. التنوع الهائل ده في التراث التراث الآثار المصرية أو التراث المادي الحقيقة، يعني في تراث كبير زي ما تفضلت حضرتك من التراث الفكري والأخلاقي والفلسفي والديني يعني، لكن التراث المادي والعلمي اللي هو الآثار والعلمي، التنوع الهائل ده بيشير إلى حقيقة إن تاريخ مصر متنوع بطريقة ربما تتفرد بها وسط بلدان هذا الكوكب. تمام. من الفرعوني لليوناني الروماني الروماني القبطي الإسلامي بمراحله المتعددة. التراث ده كله كان يبدو احيانا انه بعض اثار هذا التراث يبقى فيه اهتمام على حساب الاخر، يبقى فيه اهتمام في فتره بالتراث الفرعوني على حساب التراث الاسلامي او القبطي، او يبقى في التراث الاسلامي لكن على حساب التراث القبطي والى اخر ده. هنا السؤال هو يعني في اي شروط نتعامل مع كل تراثنا باعتباره على درجة واحدة من الاحترام والأهمية؟ طبعا التراث مصر متنوع نتيجة لأولا موقع مصر وبدايتها، لأنها بدأ قبل أي حضارة تانية يعني ما عدا حضارة ما بين النهرين. وبالتالي عندك وقت طويل جدا، وبعدين عندك موقع بيخليك حتى يمكن تختلف عن حضارة السومريين والأشوريين وبلاد ما بين النهرين، لأنك أنت في حوض البحر في المتوسط حوض البحر الأبيض المتوسط أنت في وسطه، وبالتالي علاقاتنا كانت موجودة مع إفريقيا مع البحر الأبيض المتوسط مع آسيا مع كل موقع فريد في العالم كله. وغير كده طبعا في إنجازات مهمة حضارية وديانات ظهرت في المنطقة وأصبحنا احنا جزء أساسي منها، يعني نرجع تاني لأون، انت عندك أول مركز ديني في العالم وتعلموا منه اليونانيين. وبعد كده أون دي تقريبا في أي عصر من العصور الفرعونية؟ لا دي ظاهرة من ما قبل التاريخ. من ما قبل التاريخ؟ طبعا طبعا يعني وعشان كده ما قبل التاريخ المكتوب. أيوة مفهوم. وعشان كده كان لها دور محوري في ظهور الدولة القديمة، ما هي الأساس الشرعية الدينية للملوك اللي هم بنوا الأهرامات. نعم. والمسلات طبعا كانت جزء أساسي من تكوينها لأنها كانت مربوطة بعبادة الشمس. وعشان كده بنلاقي لغاية دلوقتي مسلة عظيمة جدا هناك لسنوسرت الأول موجودة في المطرية. المطرية لأنها منطقة فيها معابد كتيرة جدا وآثار كتيرة جدا. التنوع اللي موجود
بينتج للأعمال الفكرية اللي ساهمت في إخراج معطيات متعددة في كل المجالات. والأساس في الآثار المادية إن في آثار عظيمة من أول عصر الأهرامات طبعاً كانت بتدي الفكرة إن هو لازم يكون في استمرارية مادية للسلطة الموجودة في مصر، اللي هي كانت مختلطة سلطة روحية لكنها كمان سلطة سياسية، يعني هي سلطة سياسية بتستمد شرعيتها من السلطة الروحية، من السلطة الروحية باعتبار السلطة الدينية. الملك هو الإله تقريبا، يعني كان في أو هو سليل الآلهة، سليل وبيتحول إلى إله فيما بعد وهكذا. ولكن الجزء الأساسي إن هو ولازم ما ننساهوش، لأن هو في فترة العصر الوسيط وبدأ العصر الانتقالي الأول اللي هو أدى إلى الدولة الوسطى، إن ظهرت فكرة إن هو لا يستمد شرعيته إن هو سليل الآلهة، ولكن لأن الآلهة بعثته إلى المصريين لكي ثقة في حكمته، يعني لا 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 لا, لا, لا لكي يساند الضعفاء ويوفر المأوى والمشرب حتى لليتامى والأرامل. فكان ده أول عقد اجتماعي، ده أول 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 عقد اجتماعي في التاريخ، في التاريخ التاريخ البشري، التاريخ البشري. طب التزام التزام الحاكم برعاية. طيب احنا هستأذنك في فاصل قصير قوي ونرجع نكمل هذه الرحلة فضل. الممتعة فضل. نطلع فاصل. بجدد التحية لحضراتكم وحنواصل التقليب. طبعا الحقيقة انه في من غير مبالغ عشرات المئات من العناوين في هذا الملف، ملف تراث مصر الحضاري اللي بنسميه كده الآثار وخلاص، وكانوا في فترة من الفترات بيسموها الأنتيكات، وحتى المساخيط كانوا يقولوا يعني حتى من الثقافة الشعبية ان المساخيط يعني التماثيل دي لناس كانت بشر وبعدين اتسخطت بقت تماثيل. وكان الرئيس المزرعة رسميا اسمه مأمور الأنتيكات، هي طبعا من أنتيك بالترجمة يعني أو تحريف للكلمة، الحاجات القديمة مصطلح ظهر باللغات الأجنبية مع ظهور الدولة الحديثة أو الفرنساوي، الدولة الحديثة بدأوا يقولوا الحاجات القديمة للعصر القديم. هنا الموضوع بقى، إحنا هذا البلد هو مخزن تقريبا تراث الإنسانية الحضاري وملوش حصر عدد الآثار، طبعا بعضها بيتفاوت في قيمتها الجمالية أو قيمتها التاريخية لكنها كلها ليها قيمة هائلة جدا، كل من كل الأنواع، من الفرعوني مما قبل التاريخ كمان مما حتى قبل التاريخ. الموضوع الأساس هو كيف نحميها، كيف تتألق وتظل متألقة ونحن نعيش، مش هي معزولة عننا بنروح بس نبص عليها واحنا ماشيين او يعني اذا رحنا يعني، وهي موضوع يهم بس السياح والخواجات والحاجات دي. في هنا انا عايز اقف قدام شويه تجربه مهمه في التاريخ المعاصر اللي هي قريه القرنه الجديده اللي عملها حسن فتحي، وهي كانت لان القريه القديمه كانت سكانها شغالين على هي فوق اثار. الفكره انه عمل العماره بتاعته اللي هي المتميزه جدا اللي هجرت بعد كده سنه 46 ونقلوا، وكان المفروض ان سكان القرنه القديمه اللي هي كانوا مشغلتهم بس يحفروا ويطلعوا اثار ويبيعوها بملاليم لانهم ناس غلابه وجهله مش عارفين قيمتها، انهم ينقلوهم لكن في مكان انساني قريه القرنه دي. دي دي المحاوله الأولى وأظنها من حيث الجدية الوحيدة، ولا في محاولات تانية اللي هي ربط الناس يعني بمحيطهم الحضاري بطريقة ما فيهاش مش بتاعت مش بالعنف ومش بالأوامر ومش بإنك تفرض عساكر، ده مستحيل.
هو ده اللي انا بسأل عنه، كيف يمكن ان تتحول هذه الذخائر، هذه النفائس لينا بالنسبة لنا وبالنسبة للإنسانية، كيف تتحول حمايتها إلى أمر اعتيادي مش محتاج بوليس ولا ده أهم ملف في الواقع الحاضر بالنسبة للآثار، وده نتيجة تراكمات تاريخية جزء منها اللي حضرتك تفضلت بالإشارة إليه، إن هي كانت تحت سيطرة الأجانب لمدة طويلة، وكانوا المصريين حتى العلماء معزولين عن هذه الصورة. وطبيعة علم الآثار نفسه إن هو كان الاهتمام بالماديات كأنتيكات وكتحف، حتى من ناحية حتى عالميا يعني. أيوة. مش بس تحط في المتاحف وتبص عليها، وإن هي الآثار ديت جزء من ترويض الناس لأنها تنتمي إلى الحكام، وبالتالي بتبين عظمة الحكام، وبالتالي كانوا الناس العاديين مش جزء من الصورة. طبعا ده بيؤدي إلى مساوئ، منها إن ممكن أي حد بدل مش مستفيد من الآثار إن هو يدمرها وغيره. لكن الحقيقة لازم نشير إلى ثورة 1919 اللي هي بدأ فيها الاهتمام بالتاريخ الفرعوني، لأن زي ما حضرتك قلت إن هو بالذات كمان بعد ما رفاعة الطهطاوي بعد ما الفرنسويين كانوا بدأوا يكتبوا عن الحضارة المصرية القديمة، هو اكتشفها لما راح باريس ورجع وعمل كتب وتلاميذه ترجموا حاجات، وبدأت صحوة بالنسبة للاهتمام بالآثار، وتمخضت في ثورة 19 بالذات الآثار الفرعونية، لأنه حتى الفرعونية. أول قرار كان طبعا لأنه هو كمان حتى بلجنة حفظ التراث العربي والإسلامي، لكن التراث المادي الإسلامي كمان ما كانش كان يعني كلمة تراث نفسها كانت بتعتبر هو التراث الديني بس. الأحاديث والنصوص وغيرها. إنما دلوقتي توسع مفهوم التراث ليشمل كل الآثار المادية واللامادية اللي بتورث ولها قيم من جيل لجيل. فالفكرة كلها ان الاختلاف بين كلمة التراث وكلمة الآثار ان التراث جزء من الإرث للمجتمع. يعني دي حاجة انت بتورثها وزي اي ورث تاني، يا اما تبدده في عناصر يا إما اخرى يا اما تبدده يا اما تستفيد منه معنويا وماديا. الاستفادة المعنوية مهمة جدا، يعني الانتماء، المواطنة، الاحساس بالاستمرارية، الاخاء في المجتمع، التسامح مع الآخرين، معرفة الفضائل والأخلاق، كل دي مربوطة بالشواهد. عشان كده بقول الآثار شواهد للتراث. والحاجة التانية إنك أنت كمان لا تقدر توظفه توظيف كويس جدا في مجال التنمية الاقتصادية. وبالتالي لما يكون في عائد اقتصادي والناس تكون فاهمة المعنى والقيمة بتاعة الآثار هتحافظ عليها. إذا كنا هنتكلم عن المحافظة، لأن إحنا لازم نعرف إحنا بنحافظ عليها ليه. بنحافظ عليها للناس، بنحافظ عليها لصلاح المجتمع والصالح العام، وهو دوت الأساس في أي نظرة أساسية للآثار المصرية. أنا بشكرك جدا يا دكتور، وكل مرة أنا أقول في كل الحلقات إنه الوقت قفل على إيدينا. المرة دي أنا حاسس إن الوقت قفل على رقبتي، لأن أنا شخصياً كنت مستمتع جداً. كرمك وزوجك. لكن إحنا عايزين وعد منك إن إحنا إن شاء الله لازم في حلقة هنخصصها لهذا الموضوع. يعني نثقل عليك بإنك تيجي لنا مرة تانية. بشكر جداً دكتور العالم عالمنا الكبير فكري حسن. وبشكر حضراتكم وبذكركم قبل ما أقول لكم هنتقابل بكرة إن شاء الله في موعدنا الساعة 7 في الوقائع بموقعنا على الفيسبوك لبرنامج الوقائع. أشكركم ومساء الخير.